نقدم لكم موعد وتوقيت مباراة ريال سوسيداد ضد ريال مايوركا بإياب نصف نهائي بطولة كأس ملك أسبانيا، والقناة الناقلة للمباراة وملعب المباراة ونتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين. وفي البداية نتمنى من حضراتكم مشاركتنا بتوقعات ما قبل المباراة بالتعليقات أسفل هذا الفيديو، حيث انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين ريال سوسيداد وريال مايوركا بالدور نصف النهائي من كأس ملك أسبانيا بالتعادل السلبي 0-0. وتقام مباراة ريال سوسيداد ضد ريال مايوركا بإياب نصف النهائي من كأس ملك أسبانيا يوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير 2024، وذلك في تمام الساعة 10:30 مساء بتوقيت مصر، و11:30 مساء بتوقيت السعودية، و8:30 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة SSC1HD، ويقام اللقاء على ملعب أنويتا معقل فريق ريال سوسيداد. وفي النهاية شاركونا بتوقعاتكم للمباراة بالتعليقات أسفل الفيديو قبل انطلاقها.